بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة وتكريسا للتكافل الاجتماعي في حمص، قام وفد من كنيسة السيدة العذراء أم السنار بزيارة جمعية الربيع التي تعنى بالأطفال المصابين باضطراب التوحد، مقدمين الهدايا الرمزية لهم، وذلك استكمالا لمسيرة المحبة والعطاء التي كان يقوم بها المطران الراحل سلوانوس بطرس النعمة مطران حمص وحما وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس. حبينا أنه يكون موجود روحه حاضرة معنا من خلال أحد الأشخاص المتبرعين الأخ سعيد، أيضا حب يكمل هالمسيرة هاي السنة وحب يقدم للأطفال أيضا شيء بواسطة الكنيسة، خلينا نقول هالكياس بابا نويل لحتى يرسم فرح وبهجة على قلوبهم. العطاء اللي نحن لازم نتعلمه واللي تعلمناه من حياة المطران مارسلوانوس بطرس النعمي اللي عم يستمر إن شاء الله ورح يستمر. وفي الذكرى 15 لتأسيسها رصدت كاميرا الإخبارية السورية آلية عمل الجمعية التي تستهدف نحو 61 طفلا ويافعا ببرامج تربوية ونفسية معتمدة عالميا فضلا عن الجلسات الفيزيائية. أول جمعية بسوريا بتعتني بالشباب الكبار، يعني نحن عنا بالأطفال من 3 سنين 12 سنة، هو مركز الحميدية عنا 40 طفل، ومركز الإنشاءات من فوق 12 سنة لحد 27 هو الربيع سبب إنشاء الجمعية عمره 27 سنة، وهي بسوريا قليلة جدا الجمعيات اللي تهتم بالأطفال الكبار. خدمات لكل الأطفال، عنا برامج تربوية بتعلميهم الاستقلالية، الكتابة أكاديمية، في عنا الرسم، في عنا علاج فيزيائي، في عنا الكمبيوتر. هاي الخدمات وهاي الرعاية اللي عم نقدمها للأطفال هي العلاقة عم تتحدد دبل برنامج تربو وفردي، هو بقيس مدى تقدم الطفل وقديش عم يتحسن بكافة مجالات النمو يلي نحن بنهتم فيها. رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، تسعى جمعية الربيع إلى إيصال المصابين باضطراب التوحد إلى أفضل درجة من التكيف والاندماج بالمجتمع بوجود كادر تعليمي وتطوعي مؤهل للتعامل مع هذه الشريحة ومساعدتهم للتعبير عن مواهبهم. من جمعية الربيع التي تعنى بالأطفال المصابين باضطراب التوحد في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.